اليوم راح نسوي فتة الحمص والدجاج. نخلي خبز مقلي ودجاج فوقه، نحدله شوية، فوقه شوية طبقة خبز مرة ثانية يطلع أطيب. هنا نخلي عليه الحمص الحار، الطبقة الأخيرة هي خبز. هنا عندي الصوص اللي راح نخليه فوق الفتة، لبن، طحينة، حبة ثوم، ملح، فلفل أسود، بقدونس، شوية ليمون، سلطة جاهزة راح نخليها فوق الفتة ونخليها فوقها شوية الحمص والبقدونس، أخيرا بالمكسرات وما ننسى زيت الزيتون. وبالعافية.